كتير نور شفنا بالآونة الأخيرة أنه الشباب والصبايا توجهوا لمشروعهم الخاص ولا مشروع اقتصادي يقدروا من خلالهم يعيشوا، يعني هيك ويدبروا شوية مصاريف غير الشغل الأول أو الثاني ما بنعرف. أكيد شفنا مشاريع كتير حلوة على الأرض وشفنا حدا داعم لهي المشاريع. أكيد رشا، وشفنا كتير عبر رحلاتنا الصباحية سلط الضوء على كتير نساء سوريات بنعتز وبنفتخر فيهم، تحدوا كل الظروف وعملوا مشروعهم الخاص، لأنه مثل ما قلتي السيدة أصبحت هي معيلة ومساندة لجوزها. أكيد أكيد جنبه، يعني مثل ما بيقولوا كرمال تمضى هيك وقتنا بسلاسة أكثر، فمفروض تكون جنبه. بدي أرحب فيكي ضيفتنا لليوم ندى غنيمة يلي بلشت مشروعها، واليوم هيك رح نستعرض نحن وأنتي شو جايبتينا وكيف قدرتي اليوم توصلي فكرتك بشكل صح. وشي يسعد صباحك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا ندى. هلا هو المشروع بلش بالبداية من اهتمامي بالنباتات. كنت أزرع ورد وعندي كثير ميول للنبات وللورد، فخطرت في بالي فكرة لهدفين. الهدف الأول إنه أنا لازم أعمل مشروع خاص فيي أو براند أو اسم. الهدف الثاني إنه لازم أستغل ما إنه عم ضيع وقت بالنباتات، إنه أقل شيء أستفيد منه بالشيء مشروع يعمل لي مردود مادي ويعمل لي اسم. طيب خلينا نحكي عن المنتجات. لما نقول زراعة ورد وزراعة نباتات عم نحكي عن مواد طبيعية. هي أغلب الناس هلأ عم تتوجه بشكل كتير كبير للمواد الطبيعية اللي هي أساساً ما بتعمل آثار إن كان على البشرة أو على الجسم، وممكن حتى فينا نقول مادياً هي أقل تكلفة من أسعار السوق، لأنه الأسعار حتى اللي عم تسمعيها غير مناسبة لكل الصبايا والسيدات. كوكب آخر. لا هي كمنتجات طبيعية كتكلفة لا، انه هي ممكن تكون اقل كاستخدام شخصي. يعني انت من المنتج للمستهلك ما بيفوتوا بسياسه التجاره نوعا ما. هلا هي بلشت الفكره انه انا اعمل منتج انه استخدام شخصي، بعدين انه بلشت انه ادرس النباتات بدي اطور الموضوع بحيث يكون مشروع. شوي شوي صرت اكبر الموضوع انه ادرسه بشكل اكاديمي بحيث انه يكون المنتج مدروس من الصفر، يكون امن على البشره ومدروس كتطبيق على جميع الافراد جميع الفئات. هلا اليوم اللي بيميز منتجاتك انه هن طبيعيين 100% المنتج بدون اي مواد حافظه، كانت التجربه الاولى شخصيه. شو اول شيء ساويتي لإلك؟ هلا هي بلشنا موضوع اساس الصابون اسهل شيء بالتطبيق، طبخه الصابون انه احنا بنجيب صابون خام لصابون الثانيه الزرقاء بس لو سمحتي او هيك. اوكي ما بين نعمل انه صابون للجسم كثير موضوع سهل، اما موضوع ثاني للصابون للبشره كثير انه بده دراسه حسب نوع البشره حسب مشاكل البشره. فطورت الموضوع بحيث انه انا بدي اياه انه يكون علمي، يعني انا بدي اعمل منتج طبيعي مصنع من الصفر من الاعشاب، الماء المقطر صناعتنا انه انا استخرج المقطرات المائيه واستخرج الزيوت احولها لمنتج طبيعي. كيف كانت نتائج الصابونة؟ خبرينا أول صابونة اشتغلت. هلا هي بلشنا في صابون للجسم معطر، كثير الموضوع سهل، بس أنت لما بدك تتجهي للبشرة خلاص إنه صار الموضوع أكاديمي بحت. مسؤولية. فهون درسنا موضوع، فتت في أكاديمية إكسفورد البريطانية بحيث إنه أنا أحسن أعمل شيء علمي، أعمل الصابون حسب مشاكل البشرة وحسب نوع البشرة. طب شو عم نشوف مواد اخرى غير الصابون؟ شو كمان هلا هي المنتجات بشكل عام بتبلش من الصفر انه كمنتجات عنايه يوميه بيستخدمها اي حدا بالبيت، يعني كلنا بنستخدم مرطب، صابون، غسول، سكراب، مقشر، هي منتجات يوميه يعني الجميع بده يستخدمها، في استهلاك لها من قبل الجميع كل يوم. شو اكثر رده فعل كانت على المنتجات؟ يعني اكثر منتج كان فيه رده فعل؟ هي اللي خلاني اطور المشروع انه احنا بلشنا انه على الضيق، بعدين انه الناس صارت تطلب وصار عندها ثقه، وقت بتبني انت ثقه علميه مع الزبون انه احنا عاملين شيء امن وعلمي بصيروا يطلبوا منك اكثر. اليوم طلبوا سكراب، بكره عاملين لنا سيروم، عاملين لنا شامبو. السكراب عم ناخذه هيك هوا. هلا هذا السكراب عباره عن قهوه، كشفته من ريحته قلت لك ريحته قهوه قويه كمان. هي قهوه حبيبات، حتى قهوه ما لها سكر، بتتحمص على درجة حرارة معينة حتى يطلع الكافيين فيها مناسب للبشرة، مو ما بده يكون الكافيين عشوائي حتى. كيف بيقولوا لنا انه بشكل عام خلصوا قهوتكم وحطوا الباقي على وجهكم؟ يعني طالما هي الفكرة انه انت تستخدمي اي حبيبات اذا كانت قهوة ولا سكر مع الزيوت، بس الفكرة وين الاسرار بالمنتجات لما تكون آمنة او كبراند عالمي انه المنتج غالي، انه انت عم تستخدم زيوت امتصاصه للبشره، انه هل هو عم يوصل لاخر طبقه من الجلد يعطيك الفائده او لا.
هي زيت كمان فيهم. خلينا نحكي هيدا الابيض شو كريم شو اللي عندك؟ هي عباره عن ماسكات. نحن عندنا حولنا شو هاد؟ نحن حولنا هيك خلينا نشوفه لانه اكثر ما كثير مبين على الشاشه. نحن حولنا المنتجات من منتجات استخدام يومي استخدام اسبوعي. بعدين عملنا مركز تجميل طبيعي متكامل. يعني احنا عندنا مركز تجميل عنايه بالبشره من الصفر. لازم تكون جلسه تنظيف البشره المنتجات من الصفر من التونر للماسك للسكراب كله انه بصنعه من الصفر انا. شو المواد مثلا هيدا الاساسيه اللي مركز عليها؟ المواد الاساسيه عباره عن مقطرات مائيه من الاعشاب وزيوت طبيعيه. وعم بلجأ اللي بيميز المنتجات عندنا انه عم بيستخدم منتجات من المغرب من العراق انه نيله مغربيه طين مغربي. هاي المواد غير متوفره بسوريا. فهي اللي بيميز الجلسه عندنا كعنايه بشره انه احنا عم نجيب المواد البودرات الغير متوفره بسوريا. والمواد المتوفره بسوريا عندنا سوريا كثير غنيه بالاعشاب. صحيح. فنحن اكثر شيء عم نلعب على المقطرات الاعشاب وعلى الزيوت استخراجها من النباتات. طيب كونه عم تقولي انه في بعض المواد هي استيراد او عم توصي عليها كرمال تعمل انتاج، معناتها هون السعر مختلف. هلا هي كمنتجات مبيع للمستهلك عم تكون لا انه كل المنتج من الصفر منتج الاعشاب والزيوت والمقطرات المائيه انه موجود بسوريا. طب هي الصابونه قد ايه سعرها؟ تقريبا يعني بال 4000 لانه في نعم قد ايه؟ لا 4000 هلا هي اسعار معقوله. ايه بس هون الصابون نحن هلا للجلسه يعني نحن عم نحكي اسعار معقوله. لا في فرق، نحن كمستهلك كمبيع منتجات المواد لازم تكون من الصفر من سوريا. لا نحن عم نحكي عن منتج لكل الناس، يعني ممكن الناس هي تروح تتوجه على مركز التجميل. بس هذا لما نحكي انه صابونه ب 4000 لما نشتري صابونه من الصيدليه بتلاقي لا عم تحكي فوق ال 10000. فنحن عم نحكي عن اسعار معقوله نوعا ما. المكون الى صابون جليسرين طبي اللي هو داخل فيه مواد طبيعيه، الرغوه اللي له زيت جوز الهند، ماده الفحم اللي هي تعتبر ديتوكس للبشره. الجلسات بس نحن عندنا الجلسه العنايه نحن هون بندخل المواد الثقيله فيها. يعني ما في كميه كثير انه عم نبيع المنتج. بتجي الوحده بتعمل عندنا الجلسه تاخذ منتجات العنايه اليوميه الاسبوعيه الشهريه من شغل ايدنا، حتى الجلسه من الصفر رح تكون انه نحن كلنا عاملين على ايدنا. كيف عم تكون النتائج؟ يعني اي حدا عم يجي ويساوي عندكم جلسات كيف؟ هي هون الفكره، نحن بلشنا اول سنه نوزع المنتجات مجانا حتى نكسب ثقه الزبون. اصعب انواع التسويق هو التسويق للمنتج الطبيعي. صحيح. فاول سنه كنا كثير في ثقه بينك وبين المستهلك، لانه خصوصا المنتجات المرجحه. يعني اكيد ما في اليوم ولا صبيه قادره او بتقبل انها تاخذ اي شيء مستهلك. هي هون الفكره انه نحن بلشنا اول سنه نوزع اما يعني راس مال بسيط او مثلا بالسعر المنتج يكون كثير رخيص. اخذنا ثقه وتطور المشروع على طلب الزبائن. يعني احنا مثلا صاروا يشوفوا نتيجه من اول عبوه. يعني احنا ما بدنا انه خدي عبوه شهر واثنين وثلاثه، لازم ناخذ نتيجه من اول عبوه. فانه ثقه العالم بتخليك تطور. هن صاروا يطالبونا انه اعملوا لنا مركز تجميل طبيعي، بدنا المنتجات كلها نستخدمها على الوجه من الصفر. فدائما بيكون التطوير هو حافز تشجيع الناس لك. حلو، ردة فعل الناس هي اللي بتعطيكي حافز لانك تكملوا. وعم نشوف كل الاشياء الموجوده. هذا شو؟ هلا هي سكرابات عفوا ماسكات بتنحط بتونر، فهي بتتمدد وبتصير قطعه القماش اللي بتنحط على الوجه. هلا انا بستخدمها ليش؟ لانه انا هون بدي اعمل التونر على ايدي حسب حاجه البشره، اذا كانت شد تفتيح. فانا بلعب بالماده اللي بدخلها يعني بالماسك. هدول عباره عن ماده القماش، بس انا بعمل لها الاضافات للماده اللي بدها تنحط على البشره حسب حاجه البشره. بس اكيد اليوم انت بعين الاعتبار عم تاخذي نوع البشره ومشاكل البشره. هلا انا عامله تخصص احيانا في بيكون حب شباب. اعطينا الليفه. هي ليفه تراث، هي بتلاقيها يعني بكل بيت. هي هي هلا احنا مستعب. هلا ممنوع نحن الفكره انه ممنوع نستخدم اجهزه ليزر بالمركز. لازم يكون كله طبيعي. حتى المساج عم نستخدم بالمساج. اذا شفتي هون شرانق الحرير اللي هي شرانق الحرير، هي لما بنعمل مساج للبشره بتعطي كولاجين والاستين للبشره. يعني احنا اول مركز طبيعي ممنوع ليزر، ممنوع اجهزه. لازم تكون الجلسه من اولها لاخرها كل شيء منتجات طبيعيه وتعطينا فرق من اول جلسه. عوده الى الطبيعه يعني. هي عوده الى الطبيعه. شو بتسووا فيها؟ هي عقاب كانت للاطفال. هلا هي نحن صابون الجليسرين عندنا لما بتستخدميه فهو سريع الذوبان بالحراره او على المي. فنحن بننصح الزبائن انه يساووها شرائح للليفه هي ويحطوا الصابونه اللي حافظوا عليها اطول فتره ممكن. كرمال استخدام الليف جسمي. لا لا تعمل تخرش يعني. هي نفسها فيها بزر من
هلا هي كعنايه جسم نستخدمها نحن اذا عملنا سكرابات مثل الحمام المغربي. بس السكراب هي مهمه يعني. ايه الحمام المغربي نحن بنعمل حمام مغربي كماده، مش انه عندنا حمام مغربي، انا بصنع مواد حمام المغربي مثلا، فبتجي زبونه بدها تاخذ مواد الحمام المغربي بتقول لك اعطيني ليفه اعطيني كذا، فنحن انه عم نحاول يكون المركز متكامل بالمواد الطبيعيه، واستخدامات مثلا الفرشايه او الليفه اللي بنستخدمها يكون كله طبيعي، حتى المساج انه ممنوع اجهزه، خلص انا بدي استخدم بالمساج اما الحجاره. لما نقول ممنوع اجهزه وممنوع ليزر يعني هلا اغلب الناس واعتمادها على الاجهزه والليزر وتطور التكنولوجيا وبتقول لك بختصر وقت انا لا ما لا اذا بدك تطلع العالم الغربي بما انه قعدت 20 سنه بالرياض انا فالعالم الغربي هون العالم نحن عم نحكي هي العالم هلا اذا بدك تلحق التطور فهو العالم رح يرجع هلا على الحفاظ على البيئه وعلى الطبيعه. يعني هلا لازم المنتج نحن بالعصر القادم يجي عباره عن بار، يعني الشامبو رح يكون عباره عن قطع صابون صلبة هو شامبو بار، حتى الفونديشن رح يجي بار، ليش؟ احنا بدنا نخفف استخدام البلاستيك نحافظ على البيئة، رح يكون كله كرتون خشب وقطع صلبة، يعني هلا العالم متجه على البار أو على الصلب. طيب اليوم ندى أي حدا يعني ببلش مشروعه بيكون بكرة عنده شيء للتطوير، أنا اليوم بدي أطور بهذا المونتاج، شو خطتكم اليوم؟ حكيتي إنه فيما بعد بتكون دخله الشيء الطبيعي فقط، أنت قادرة اليوم بعصر التكنولوجيا وهالسرعة والليزر و إنك أنت يكون لك مكان ضمن هاي العجقة؟ هي أنا لأنه عاملة التخصص بدبي بأكاديمية إكسفورد البريطانية، تصوري استاذه مهندسة بيولوجيا حاليا بدبي بتعمل المنتجات بدون ماده حافظه، ولازم ينتقل المنتج على كل دول الخليج في برادات الاستخدام بس شهر هلا اليوم، يعني بهالسنه هي بكل هالتطور العالم لحق الطبيعي بسبب كثره الامراض صحيح. المواد المسرطنه بالمواد الموجوده الغير طبيعيه، فلا اذا بدك تلحق التطور فهي التطور القادم لازم نلحق الطبيعي لنلحق الحفاظ على البيئه الحفاظ على الصحه. طيب ندى خلينا نحكي لكل صبية حابة تبلش مشروع الخاص ويكون عندها مشروع، وأغلب الصبايا والسيدات بتلاقيها ما عم تقدر تبلش بالخطوة الأولى أو عم تحاول تبلش بمشروعها، شو بتنصحيها؟ لأنه أكيد في عقبات فينا نقول وفي أكيد من الصعوبات مرقت عليك لو وصلتي لهون. هلا أول خطوة بنصح فيها الكل إنه ما حدا يشتغل عمل عشوائي، يعني أنا لما بدي أقوم أعمل حرفة مثلا عملت حرفة الصابون أو المنتج الطبيعي طورتها بشيء علمي، يعني على طول اعملي من البدايه الشيء الصح المدعم علميا. لانه انا لما بدي اعمل منتج واعطيه لصبيه وانا ما عندي اسس علميه خاف مثلا يعمل تحسس تهيج كذا، فاي خطوه بدها تعملها الصبيه حاولي تدعمه بشيء علمي او بدورات موثوقه حتى تمشي بالطريق. عم شوف هاد يمكن هاد اي سبونج السفنجات تبعت البشره لننظف السكراب بجلسه تنظيف البشره. السكراب اليوم اللي حضرتك عم نشوفه للوجه او لكامل الجسم؟ هلا هذا السكراب القهوه بصير للجسم وللوجه، ما بصير بجلسات العنايه، هي بصير استخدامات شخصيه بالحمام للزبون. قد ايه لازم السكراب الصبيه اليوم تستخدم يعني كل اسبوع مره؟ هلا هي ثقافه التقشير كثير لازم انه تنتشر، هي لازم هلا بما انه ماده طبيعيه قهوه وزيوت وكذا فلازم اقل شيء ثلاث يعني كل ثلاث ايام مره بالاستحمام. يمكن بتعمل تخرج كمان؟ لا هلا اذا مدروسه الماده ومحطوط الزيوت المناسبه للبشره، فانت حتى هي الحبيبات اذا بتلاحظي الحبيبات ما انا ناعمه، هون عم نعمل على تقشير فيزيائي للبشره، نحن عم نشيل الخلايا الجلد الميت عن طريق الحبيبات، الحبيبات مدعمه بزيوت فما رح تعمل تخريش. وهذا عم نشوف فينا نقول اعشاب مغربيه للشعر. هلا بما انه نحن عملنا على تقطير الاعشاب فكان لازم نعمل شيء بيعالج تساقط الشعر وتكثيف التكثيف في فروه الشعر، فهذا المنتج عباره عن مقطر 15 عشبه مع بعض كيف مبدا الماورد، بس نحن هون عاملين خلطه اعشاب متكامله بتنبخ على فروه الراس ونخليها تجف، يعني ما بدها حمام، يعني استخدامها سهل وامن على الاطفال. قديش بتاخذ وقت لتلاقي نتيجه؟ هلا اذا ما عندنا مشاكل حديد خلال اسبوع لازم يوقف التساقط، خلال شهر لازم يعمل تكثيف الشعر. هلا اليوم الشادو شو علاقته بالقصه؟ هلا انا عامله هلا الشادو هي جاي بالخطا، بس انا عامله لا عامله انا حبيت حطيت لون ذهبي حسيت انه اخذ يعني هلا انا بعمل دورات، انا مدرب معتمد بصناعه مواد التجميل الطبيعيه وبعمل دورات بصناعه المكياج الطبيعي. طبعا ما طبقت كثير هون بسوريا بسبب انه مو موجود العبوات والامبلاج المناسب، بس انه التدريب عندي ببلش من الصفر،
بدرس صناعة الصابون، صناعة الكريمات، الاحتراف، مكياج وكل منتجات العناية بالبشرة. ندى بنتمنى لك كل التوفيق بمشروعك وتنقلي هاي التجربة للصبايا كرمال يبلشوا مشروعهم الخاص ويكونوا سند لانفسهم ولكل حدا حواليهم. حلوه التجربه وحلو يوم البنت انه تعتمد على حالها بحياتها. شكرا لك ندى ولحضورك، صباحك جمال وخير على طول. شكرا لك وتشرفت معك. شكرا لوجودك، اكيد بنتمنى لك التوفيق.